صباح الخير عن جديد. هل دخل لبنان العصر الذهبي للجريمة؟ كل يوم خبر عن جريمة وحشية بتتصدر نشرات الأخبار، عنف أسري، خطف، طعن بالسكاكين وإطلاق نار، والأخطر أنه في موجة من الخوف والقلق الجماعي مسيطرة على الناس. أسباب الجريمة كتيرة، ولكن الحقيقة وحدة، أنه الموت ما عاد قضاء وقدر. تقرير بيلقي الضوء لنكون من بعده مع ضيفنا لليوم الدكتور والمحلل النفسي شوقي عزوري ليجاوب معنا على كل هالتساؤلات. وتأملت أن يعود زوجها إلى عيلته بصحة وسلامة، ولكن نحن بزمن الذبح والدم والرعب والأسلحة المنتشرة كيف ما كان، فبهالحالة ما بيتحقق إلا أعجيب الفلتان. أي ينحبس ويرجع ويطلعوا لا دولة سهران، أي ده بلد، أي ده سرابة، أي ده سرابة، مش بلد. ربي وإلهي شي خبره، ربي وإلهي بعتوا مني أطوشه شقف بخطية على الأولاد الحضنون. رب عائلة عنده أربع طفالة، مين بده يطلع فيهم؟ مين بده يسندون؟ مين بده يوقفون عجرايهم؟ مين؟ مين؟ مين بتركب ايدي؟ لا شي يعني ما حدا ساعدوا العالم تتفرج. هلا نحن قلنا نحن نسوين، ولكن لقط الواحد شي كرسي ويشبوا فيه على راسه، معناته الحكي حيلا شي حرام شاب انه طوله عرض. مش عم نعرف شو عم بيعملوا، عم بيحكموا عليهم، عم بطلعوهم تاني يوم، عم شو بصير؟ بتروح على الشعب يحن شباب عم بتقصف اعمار، من شو هيدا يعني؟ ضيقنا كثير، قلنا العمى فشختين حدنا، مين بيمنعه يجي يخبط بالعالم هون؟ مين؟ ما حدا. لا الدرك الكراكون عم بيعطي خبر، ولا راح شاف شو فيه. هادي معقول كراكون؟ كراكون وينهم يا عم؟ سوري. شي بفزع وشي تقيل الدم كتير. ما بحياتك كنا نسمع لا مسلم ولا مسيحي. هلا عم بتعجب بقول انا مزبوط انا بلبنان ولا بغير بلد؟ صدقيني سي دوماج. ما هو سلاح يوقف شيطان، والشيطان بخول اللي حامله، او سقطول وهرب، وفي مين يحميه وفي مين يسنده. هيدي هي بلدنا، اجرام درجة اولى، دولة تاركة. ليش ما بتلملمهم لهدول وبتعرفهم وبتعرف وين بيوتهم وين بيقعدوا وين بيلفوا وين بيشربوا؟ تروح تلملمهم. بس شاطرة على الفقير، اذا تدين 5000 تروح تحبسه. بمحيط مسرح الجريمة بالجميزي، حيث تعرض جورج الريف إلى العنف والطعن، وكان لا يزال لها الحادثة أثر كبير على أهل المنطقة. كل واحد قد البغل مبين على التلفزيون، ولا بغل قراب ولا حمار ولا حيوان. على كل حال هذا لازم يطلع براءة، أنا هذا رأيي، يطلعوه براءة. هنا هو ظاهر من الحبس، 50 واحد معه سكاكين ويخبطوا فيه قد ما حتى يطلع رأس عصفور.
هيك بده، بطل في حشمه وبطل في اخلاق وبطل في ذره الاخلاق عن كل العالم، خاصه عند هدول اللي شايفين حالهم. يقول لك المره بدي جارد هون نزع واحد ختيار بده يضربه. الله يسامح اللي عم يعمل هيك شيء، والله يعين الله يعين هالدوله شو بدها تلحق، ما فينا نقول شيء. انا بقول الله لا يوفقه يلي عم بيعمل هيك، ولازم الدوله تلاحق كل واحد عم يعمل هيك وتقص تقطش له صابعه، بس تقطش له صابعه ببطل غيره يعمل هيك. هو المفروض يعملوا هيدا القانون الاعدام بيريحوا العنا، خلص اللي مجرم بيروح محله واللي ادم بيشتغل، لانه اصلا على كل شيء مأثر، على الشغل على شغلنا على كل شيء، نفسيتنا تعبانه اصلا. قتل المشاني، قتل المشاني يا اكيد شو بيصير؟ بتبطل يعملوا اجرام، بصير يخاف الواحد. بس هلا مين في الثاني؟ بيعدوا سنتين ثلاثه بالحبس بيطلع بعدين. ملاسنات أو أفضلية مرور وأوقات على صفة سيارة توقع أكبر جريمة بروح ضحايا وجرحى وبكمل البلد. فبزمن المحسوبيات والعنتريات سجل أنت بلبنان. ما في قضاة عندهم ضمير، هيدا المشكل، مشكل إنه ما فيك تحاسبي حدا إذا القاضي هو عم بيظهر المجرم يلي عمل أول مرة إجرام، عم بيظهره، طيب شو مين بده يحاسب إذا مش القاضي عم بيقدر يحاسب؟ لا لا ما في، يعني بتقدر تشوفي تقولي بونجور لحدا، ما في أخلاق، ما في شيء. بعتذر، ما في بلد لأنه ما في مسؤول حاسس بالبلد، كل واحد حاسس لحاله، كل واحد همه نفسه. وما بعتقد انه رح يتحسن البلد اذا ما تحسن الطقم السياسي بالاول. ما في مؤسسه عسكريه او مؤسسه شو بدي لك بتخص الامن يعني الا ما بتعرف بالشردي والوردي. يعني اذا بتنزلي على المغفر بيعرفوا لك واحد وواحد مين معه سلاح مين ما معه سلاح، مين هو بعقله مين هو بلا عقل، قادرين يوقفوا كل هالاشياء. بس يا ترى عندهم الصلاحية؟ المفروض يكون ما في محسوبيات، مفروض الكل يكون يتبع القانون، مفروض نكون كنا تحت سقف واحد. وطالما هالمسج بتكون موجودة عند الكل بتصير بتشوفي في تغير بتصرفات العالم. أكيد واحد عمل جريمة عقبوه عقدها تصير العالم كلها بتخاف. يعني واحد إذا بده ينزل يعمل مشكل كلنا بنعمل مشاكل، يعني إذا صارت بس بيضرب حساب إنه مش يقتل، إنه ضربته بوكس وضربني بوكس وخلصت وحلت بس مش نضل نخبط لنقتل. يعني الوضع كمان، يعني الوضع الأمني هون يعني بلبنان كمان مش مستقر. يعني والمحاسبة على الأرض عندنا باتت استنسابية، لكن سيبقى دم هابيل، سيبقى دم جورج يصرخ. دكتور شوقي عزور الطبيب والمحلل النفسي، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك دكتور. اول شيء خلينا نبلش من التقرير، عند كل ظاهره نحن بنشهدها بيكون عندنا محطه معك، بس من وين ما نبلش؟ من رده فعل العالم يلي كانوا يمكن عم يتفرجوا، اول ما قلت لنا يعني اول ما شفت التقرير قلت لنا ما بعرف كيف باقيين العالم عم يتفرجوا، او حتى من رده فعل العالم يلي هلا شفناهم عم يحكوا اللي هي يمكن اعنف حتى من القاتل. ايه اكيد في عنف عم بيطلع عند الناس. عادة الدولة وقت بتكون واقفة على إجريها بتضبط هالإشياء هيدي، لأنه شفنا هلا الكلمة ما انقالت بس بفتكر هي هيدي اللي وصلنا لها. نحن اليوم بقانون الغابة، بقانون ما في، يعني معناتها ما في قانون، الأقوى بيقتل الأضعف وبيرجع الأضعف بيقتل الأقوى، مثل ما قال هالشخص إنه ظهروا من الحبس في 50 شخص نحن بنقتله. يعني في عدم ثقة تام بالعدالة وبالقوانين اللبنانية اللي كلنا بنعرفها وربينا عليها ويلي بنشوفه بهالمنظر هيدا. كل مرة شفته صرت طبعا عدة مرات من وقت ما بين لهلا ما صار الحادث، هلا شيء مرعب يلي عمله يتيم، ما أكيد لأنه ضل لاحه وعم بيضربه ومرته عم بتصرخ، مش
مش سمعانين الصوت والناس تقريبا عم يتفرجوا وضل لاحوا وضل لاحوا وشي غريب يعني قتلوا مش بالسكين قتلوا بكعب السكين ضربوا ضل يضربوا السكين كان هيك ضربوا على راسه حتى ما حدا جرب يقرب مثلا وتردد كلهم عم يتفرجوا من بعيد ايه في جمود هيدا غريب بتحس انه منا بلبنان لانه عاده مثل ما قالت هالست اللبناني مش كل شيء بس يعني اذا شاف اثنين عم يتخانقوا من ثاني مالي من الطريق بوقف سيارته مثلا بيتحشر صح شو صار بهالوضع هيدا تجمدوا كلهم مثل ما قالت هالست شيء بسيط انه بكرسي بضربوا على ظهره لو حدا نكزوا من ورا كان برم هلا يلي نكزوا فيه يهرب بس كان عطى مجال لجورج ريف انه يقدر يهرب هو بذاته يمكن الناس خافت من وحشيه التصرفات اللي كان عم بيعملها طارق يتيم على الضحيه جورج ريف يمكن هالقد شافوه عنيف هالقد شافوه وحش قالوا يمكن انا افضل انه بعد وما اقرب ممكن هيدا الشيء اكيد ممكن بس هو بحد ذاته غريب نحن بلبنان يعني اللبناني بيتدخل اذا شاف اكسيدان بيركض بياخد الشخص بوصله على بهيدي الحاله ما حدا هلا هيدي اذا بدي دليل انه دليل يعني سمبتوم على تفكفك الدوله هلا شو فينا نفكر انه شو لهم علاقه ال 15 شخص اللي كانوا موجودين بهالشيء لانه وصلنا لوقت ما عاد حدا بيقدر يدافع عن حاله الا بحاله يعني هيدا الغابه يعني عشيرة الغابة قانون الغابة شريعة الغابة هي هاي يعني الإنسان ما بفكر تكي إنه في عدالة هي العدالة عادة مش عم بحكي بلبنان طبعا بس العدالة عادة موجودة تتسمح للناس ما ياخذوا بطار بعضهم يعني ما يقتلوا بعضهم انه في عدالة حدا قتلك قد عمل جرم معك قتلك سرقك شيء نحن بنحميك والعدالة بدها وقت ليش بدها وقت العدالة بدها وقت حتى تاخذ مجال تبعد عن الجريمة بحد ذاتها عن وقت الجريمة حتى تقدر تحكم بعقل مشان هيك في وقت بس اليوم بلبنان مثل ما الكل عم بيقول انه شيء بخوف القاضي وينه القاضي طب نحن ليه وصلنا لهون هيدا هو السؤال الاساسي في تفكفك عم بصير هيدا تفكفك هو انا بسميه هيك يعني تفكفك الدوله هلا مش بس الحق على الدوله بهالموضوع ما لحق على الدوله انا ما انا موجوده ما في شيء في الدوله مش موجوده مواطن الاجرام يعني اللي بيكون من شخص من فرد في قصه رح اخبر لكم اياها كثير حلوه في فيلم عمله مايك نيكولز اللي عمل ذا جراديويت اسمه كاتش 22 بند 22 في قاعدة جوية أمريكية بالحرب الثانية عم بتقصف كل يوم بيطلعوا مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة بيقصفوا العدو وبيرجعوا الطيارجية ما عاد فيهم يعني في منهم بدهم يوقفوا صاروا يسخنوا ويمرضوا بروحوا عند الحكيم بيقولوا طب عفيني ما فيني بقى أنا خلص بدي أرجع على البلاد مريض ما عم بقدر أطلع بالطيارة بقول له الأرتيكل فندو كاتش 22 البند 22 بقول انه لازم تطلب منه لهالبند هيدا تقدر نوقفك عن الخدمه طيب بقول له طيب وينو هيدا البند ال 22 بقول له موجود بالكود موجود طيب فيني اشوفه لا ما فيك تشوفه طيب كيف ما فيني اشوفه البند ال 22 بقول انه ممنوع تقريه اوكي البند 22 بقول انه ممنوع تقريب معناتها هيدا الجنون يعني وصل على حالة مسدود هو مجبور يضله بالخدمه يمكن تيستسلم نهائيا يعني بده يموت حتى يموت هيك هيدا الفيلم يمكن ما في بند 22 يعني ما حدا بيعرف بالقصه حلوه كثير لانه بتعطي فكره عن غياب الدوله اليوم مثل الكاتش 22 يعني اذا بدك تروح تسالي عن حقك ما بيقولوا لي روح شوفي كاتش 22 طيب الارتيكل فندو البند 22 شو بصير فيه يعني ما حدا بيحكي كمان نحن عايشين ببلد يعني محاط بالارهاب عم نشوف هلا الجرائم الوحشيه لداعش عم نشوف في فلتين مش بس بلبنان صح بس عم في سؤال كثير مهم انه هل يا ترى لانه اللبناني مثل حيالله مواطن بالعالم عم بشوف شو عم بيعمل داعش تقطيش الروس هل يا ترى بس عم بيتاثر بهالشيء انا معك بفتكر في عنا خصوصيات جايه من
من ال 75 يعني من وقت ما بلشت من الحرب من الحرب الأول يعني 40 سنة صدق. بس دكتور نحن هلأ بهالجمعتين سمعنا بكذا جريمة يعني جريمة جورج الريف أو السيدة ريتا دهام يلي دهستها سيدة وهربت الطفل يلي قتلوه لأنه بيو ما قدر يعني بهالجمعتين سمعنا بكمية جرائم ما بيتقبل المنطق صح صح وعم بتزايد ليش يعني ما في حال قبل ما نكمل عفوا كان في اتصال مباشر على الهواء صباح الخير انا بقول لكم صباح الخير اهلا وسهلا وبدي حيي دكتور عزوري وحييكم انا عندي شغلي نفس الشيء مثل قصة جورج بس ما قتلوني ما قدروا قال لك شغلي انا عندي جار صار في تلاسن انا وياه على الباركينج بس انتهى الموضوع غابت الشمس اجا جاب 5 شباب من برا مسلحين واجوا نهالوا علي بالضرب وانا عندي عطل دايم زاد العطل الدايم ما تشكيت راحوا على المغفر هني ورجعوا راحوا على النيابة العامة ما بلاقي الا ورق من النيابة العامة اجت لعندي وانا بعطل دايم وبالمستشفى هن اللي راحوا مش انت لا انا ما رحت انا ما كنت بدي اتشكى وما رحت في 3 عرفت منهم واثنين ما نعرف منهم بس راحوا على الدعوة مشيت بالدعوة ضلت 4 سنين الدعوة انا ربحت الدعوة دفع 5000 دولار بس ما تحكموا ولا دقيقة يعني هن هلأ حرين وممكن الشيء اللي عملوه معك نعم. يكرروه مع غير حدا مكرر مع غيري بسرقة مصاري بسرقة تشيكات مزورة محل ما عم يشتغلوا بزعرانات ومعروفين موجودين بغزير معروفين منني وبعدهم طالقين ما حدا اجا صوبهم المحامي طبعا للأسف ما كان قبضاي القاضي حكم هالقد بس ما كان في عدل بالموضوع لأنه كان لازم ينجاب اللي اجوا جابوا سلاح على الحي عندي طب استاذ بس سؤال بديهي ليه مش حضرتك اللي تشكيت وانت الضحية ليه هن اللي تشكوا انا ما تشكيت ولكن بدي اتشكى بس وصلتني الدعوة لعندي انا وبالمستشفى هل قد ما عندك ثقة اني امشي بالموضوع ما كنت بدي اتشكى مش لانه بدي اخذ بطاري بايدي منعا للزعرانات اكتر نعم مش خوفا كمان تبي لانه انا ما حكيت المرجعية تبعي انا لو بدي احكي المرجعية تبعي كان صار غير موضوع بس منعا لانه اخذ الخط السلام ما بدي اخذ خط الزعرانة تلاقيت انه هني راحوا تشكوا اخذوا حجار وعصي وراحوا تشكوا قال انا اللي سحبهم هني 5 نعم. وانا معي عطل دايم انا منصاب بالحرب معي عطل دايم صار معي عطل دايم اكثر من وراهم يمكن دكتور عزوري حالة هالمواطن هي حالة مشتركة عند كتير اشخاص يعني كتير اشخاص عم بيرجعوا يعاودوا جرائمهم يعني طارق يتيم معروف انه هو كان صاحب سوابق صح صح ويلي قال نعم. ليش خلوه يظهر من بعد اول جريمه وثاني جريمه وثالث جريمه ليه خلوه يظهر هذا السؤال الاساسي اللي عم يتسالوه الناس يعني اليوم ما هو حق بالتيمونياج اللي عملوا الخواجه هلا حكينا ما هو حق انه في نقطه بتقدر توصلك اليوم اللي عاده كل بلدان العالم اذا حدا تعدى عليك شو بتعملي بتروحي عند البوليس شايف بياخذوا منك افاده بينقلوها للقضاء والقضاء هو بحل ما في غير القضاء بحل المشكلة عندنا اليوم مش من اليوم هيدي مش هيك عم بحكي عن 75 عن بداية الحرب القضاء مسيس بينما المفروض الطبقة السياسية كلها سوا إذا بدهم يتفقوا على شغلة واحدة غير لم الزبالة إذا لازم يتفقوا على شغلة واحدة هو يعطوا للقضاء حريته وما يتدخلوا الطبقة السياسية ما تتدخل بالقضاء يتفقوا كلهم سوا ما بده شيء دكتور في حالة مرضية بلبنان شو طريقة الشفاء فينا نشفي من هالحالة يعني في طريقة إذا بدك أنا مشدد عليها كتير بس بفتكر ما في غيرها عم بلاقي لأنه شفناها بغير بلدان اليوم العنف عم ينتقل من 75 من 40 سنة عم ينتقل من جيل لجيل 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 ليه ما في مسامحة؟ ليه ما حدا سامح حدا؟ لأنه ما حدا اعترف بالجرائم اللي عملها بهذه الفترة بفترة الحرب علمتنا أفريقيا الجنوبية أنه ما بيقدر الإنسان يسامح المجرم يلي قتله خيه بيه وأمه ما بيقدر بسامحه إلا ما يجي هذا المجرم يعترف ويقول أنا عم بطلب منك السماح ليش مهمة هذه الشغلة؟ لأنه وقت بتصير الأم والبي اللي قتلولهم شخص من عائلتهم بيقدروا يحدوا
اليوم ما صار حداد بكل معنى الكلمة، حداد من 75 لليوم ما صار، وقت ما بصير حداد العنف على تزايد، العنف على تزايد وعلى على انتقال من جيل لجيل. يمكن من هيك كمان شفنا ردة الفعل القوية لأهل الضحية، يعني عم بيقولوا أنا بدي تقطع شقف ويجيبوا لي إياه يعني ما بعرف قد فينا نبررها. لا ما لازم نبررها لأنه هلا بنفهمون، بس العنف شيء بالغريزة عند الإنسان، بس الشطارة كيف نحن نسيطر على هيدا العنف. الإنسانية شو؟ الإنسانية تغلب على العنف، لأنه العنف حيواني والغريزة حيوانية، يعني موجودة عندنا كل إنسان في عنده غريزة حيوانية. المجتمع تبعه، الدولة تبعه، البيئة تبعه، القيم الديانة تبعه تمنعه، بترضع هالغريزة الوحشية فيه. اليوم إذا مش عم نقدر نوصلها لأنه في شيء بعد ما انتهى، وبرجع معلش خليني أرجع أقول اللي عم بيسمعنا بلكي حدا بيسمعنا وبيلقطها هيدي الفكرة، إنه لازم نقدر نحد على ما متينا من 40 سنة لليوم بعد ما صارت. معناتها وقت ما بتحدي يعني ما بينتهي العنف الموجود فيك ضد القاتل من جوا، بدك يجي يقول لك انا قتلت لك ابنك، انا قتلت لك بيك خيك، في ما بدك هو بالاول يكون ندمان. هي معك حق الندامه ما بتجي كيف ما كان، بس انه عم بتعملوها بافريقيا الجنوبيه صار قصه كثير حلوه. هي من بعد الابارتهايد تيخلصوا من شو صار بالابارتهايد. في ام هالمحاكمة اللي عم تصير محاكمة رمزية، يعني محاكم رمزية تنتقل كان من بلد لبلد من بلدة لبلدة بأفريقيا الجنوبية. في أم عم بتقول للي عذب لها ابنها وقتله، أوكي، عم بتقول له جدتي اختفت، جدتي ابني اختفت، بس أنتوا قطعتوا له إيديه حتى ما يكتب بالجريدة ضدكم، هالإيدين اختفوا مع جدتي؟ بيجوا بلا، قالت له اعطيني الإيدين تقدر تمهم، بدها تطم الايدين تقدر تحد، يعني تقدر تفوت بضميرها هي الانسانه وتقدر تقول اوكي هيدا طلب طلب تصدق وطلب مني السماح بسامحه. هيبقى ما صارت بلبنان، وانا برايي طالما ما صارت رح نضلنا ننتقل. عم بعطيكم تفسير محلي. رح ننتقل لاعنف من هالحالات اذا ما انتقلنا اكيد. ملك شو عم بصير؟ يعني انه بنقطش له ايديه واصابيعه، طيب اوكي بنفهم الشخص اللي عم بقوله، بس معناتها ما عنده ولا اي ثقه بالدوله انه الدوله هي رح تحاكمه. دونك هو وحده وصلنا، يعني كل جريمه بدها عقاب اكيد على 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 نحن اللي بنطلبه كمواطنين. اكيد اكيد. واذا ما صار هالشيء، يعني اذا القضاء ما استقل وما صار يعطي لكل جريمه حقها، بمعنى انه هالشيء هيدا بيقضي 10 سنين حبس، 20 30 سنه يلي هو، بس مش نحن ما فينا. اذا تركنا الغريزه تطلع بصير فينا مثل ما هالروبورتاج اللي عملته. يعني انت الحسره بقلبك هي موجوده يمكن عند كل مواطن، يعني انت بغض النظر انه انت طبيب ومحلل نفسي، بس وقت عرفت بتفاصيل الجريمه شو كان رايك بالموضوع؟ كنت مثل حاله مواطن لبناني، مش عارف ليش كيف صارت. ومثل ما شفنا انه كيف ممكن بلبنان 15 شخص واقفين عم يتفرجوا، شو هي انترنت او عم نحضر فيلم سينما، عم نشوف واحد عم يقتل واحد كان قديم بالسينما، في جموديه. هالجمود هذا بخوف، جمود ما حدا قرب عليه. معي حق هذيك الساعه ما قلت انه منظره بخوف، مثل شيء وحش بشري، مثل كينغ كونغ هيك شيء. اوكي حتى للاسف يعني بلبنان صرنا اذا نحن بدنا نقرب نساعد حدا بنقول لا بكره بدخلونا بالخبريه، كمان صار في خوف. صار في خوف انه هيدا موجود وين ما كان، اوروبا بامريكا، انه ما تقربوا على جدتي، اذا بتقربوا على جدتي اوكي طيب مزبوط، بس هون كيف انا عم بفهم؟ لليوم ما فهمت وما رح بقدر افهم شو عم بصير بلبنان. قالت في ست، قالت نحن مش بلبنان، ما عم صدق انه هلا اللي عم بيصير بلبنان شيء بخوف. طب دكتور، هن الجرائم كانوا موجودين ونحن ما كنا نعرف فيهم، ولا هالقد صاروا هلا متفشين؟ هذا سؤال مهم، لانه يلي تفكفك الدوله هالفلتين يلي عم نحكي عنه هو اللي عم بيسمح للغريزه تطلع. هو شو بيردع بالحياه؟ الولد الصغير كنا عم نحكي عنه من شوي، الاولاد الصغار نحن مجبورين نردعهم كاهل، يعني نعلمهم هيدا ممنوع. صحيح. ممنوع صحيح. ممنوع تأذي خيك، ممنوع تقتل بسيني، ممنوع. ليه؟ لانه نحن القيم عم نعطيهم اياهم انهم من هني وصغار تنساعدهم ويضبطوا الغريزه الحيوانيه صح. الموجوده فيهم، اوكي؟ هذا اللي بنسميه سورموا بالفرنساوي، يعني الانا الاعلى. عندنا جوا يلي هو الضمير، بس الضمير واعي، الانا الاعلى نصه واعي نصه غير واعي،
براسنا بنفسنا في شيء بنسميه الأنا الأعلى، والكلمة حلوة لأنه أعلى من الأنا، يعني أعلى من غريزتي ومن طلباتي، إنه أنا بدي كباية حليب عطوني نص، لا بدي أكثر وبعد بدي أكثر، بدي عند ولد صغير بهالمعنى. دونك الأنا الأعلى بيسمح لنا ما نرتكب جرائم أو نهدي قبل الأذى اللي فينا نأذيه لحدا تاني. هلا ما بكفي هذا، بدك ردع من برا. يعني الولد بروح على المدرسة، أهله عملوا واجباتهم، علموا ما بيأذي رفيقهم ولا بيأذي حدا تاني، أوكي عملوا واجباتهم. بس المجتمع اليوم، إذا واحد بيرتكب جريمة ليه عم يرتكبها وليه عم بتزيد اليوم؟ نعم. لأنه ما في هالضابط الخارجي اللي هو ضابط اجتماعي وسياسي. نعم دكتور، يا ريت بعد معنا وقت زيادة، بس خليني بدي أرجع كمان لصورة الزوجة اللي شفناها، الزوجة حرقت الأم الأولاد. شو ممكن، كيف ممكن قل لهم ريحهم، يعني شي يطمنهم شوي أو يطفي هالنار اللي هلأ جواتهم؟ في شي بيهدي هيك وضع؟ صعب كتير. شو بدك تقول لهم؟ كلام ديني بدك تقول لهم، ديني يعني بمعنى انه في الله، مش هيك؟ بنقول وقت اللي حدا بينظلم او ما عنده طريقه يقدر يقوم ضد هالظلم، مثل الشخص اللي في الله، يعني نرجع للانتقام. مش في الله رح بنتقم، نو في الله بمعنى الله بدينهم. إذا على الأرض ما حدا دينهم، الله بدينهم يوم الله. أو يمكن الاعتذار يلي أنت حكيت عنه، بس للأسف الاعتذار مش موجود عن طارق يتيم يلي هو قال إنه هو مش ندمان على الجريمة اللي نفذها للأسف. أكيد. نعم. هاي صعبة كتير. نعم. دكتور شوقي عزوري، نحن متشكر حضورك معنا بستوديو أخبار الصباح. نتمنى لك نهار أحد حلو رغم كل هالأخبار مش حلوة اللي حوالينا. وشكرا لك سيدي، أهلا فيك. بريك علينا وبنرجع منتابع أخبار الصباح.